الله اكبر في وقت لم تعلن فيه بعد ساعة الصفر لبدء معركة إدلب استأنف النظام السوري وروسيا الضربات الجوية التي تستهدف أبرز معاقل قوات المعارضة في ريف حماة الشمالي وريف إدلب الجنوبي وقد استهدف الجيش السوري براجمات الصواريخ مناطق سيطرة المجموعات المسلحة في ريفي إدلب وحماة ما أسفر عن وقوع عدد من القتلى والجرحى بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي أكد أن أكثر من 400 أسرة نزحت من قرى في جنوب ريف ادلب خشيه الضربات الجويه وظلينا فتره والله هنيك وتعرضنا يعني للغزف طيران شديد يعني وضرب مدفعي و يعني شردنا والله يعني والحز رايحين نوات المخيم اطمه يعني وشوف عاد عينكم يعني شلون تهجرت هالناس يعني مو بس نحن يعني امه لا اله الا الله كلها تشردت يعني بسبب هالضرب وقومت الجامعه يعني ضرب طيران شديد شغله كبيره وقد ساعدت السلطات التركيه تهديداتها للاتحاد الاوروبي في حال عدم وقف الهجوم على المحافظه ان مساله ادلب لا تخص تركيا فحسب بل دول الاتحاد الاوروبي ايضا ففي حال لم تتدخل لمنع استمرار القصف على ادلب فان تركيا مضطره الى فتح الطريق امام اللاجئين للتوجه الى اوروبا في غضون ذلك قال نائب وزير الخارجية الروسي إن الاستعداد للعملية العسكرية المحتملة من أجل تحرير إدلب من الإرهابيين يجري بعناية وسرية مع مراعاة الجوانب الإنسانية فيما حذرت المفوضية الأوروبية والأمم المتحدة من عواقب الغارات الجوية التي تشنها سوريا وروسيا في محافظتي إدلب وحما